احتفالية مسرح الطفل التي تقام بشكل سنوي، قدم على خشبة المركز الثقافي في مدينة السويداء عرض مسرحي للأطفال بعنوان غابة الأحلام، التي تحمل مجموعة من القيم الوطنية والنبيلة التي يتميز بها المجتمع السوري. احتفالية مسرح الطفل اللي بتقيمها وزارة الثقافة برعاية كريمة السيدة وزيرة الثقافة وتقيمها مديرية المسارح والموسيقى. طبعا المسرح يعتبر أبو الفنون وهو الأكثر الفنون تأثيرا، خاصة مسرح الأطفال. المسرح نحن بنهتم فيه لأنه هو بيقدم مسرح الطفل بشكل خاص، هو بيقدم بيأثر فيه بشكل مباشر، فتعرض الطفل لحضور مسرحيات فبيأثر فيه، بخليه من وعيته ومن صغرته يحب المسرح، يحب هذه الفنون. طبعا المسرحية بتقدم مجموعة من القيم، الهوية والانتماء والقيم النبيلة اللي نحن بنهتم فيها ونحب ننقلها لأطفالنا. العرض هو عرض للأطفال ضمن فعاليات وزارة الثقافة لمسرح الطفل، طبعا هو نشاط متميز يقام كل سنة، وإن شاء الله يكون أثره طيب. أنا أخذ دور ثعلب بعمل اسمه غابة الأحلام، وإن شاء الله هيك نكون مخففين الضل على الكل. كثير حلو ومميز، هلق في إيحاءات كثير حلوة ومتعوب على الشغل، يعني كثير حلو وأكيد الأطفال حبوه. كثير حلو ويعني كثير استمتعنا. تهدف هذه الاحتفالية التي تستمر طوال العطلة الانتصافية إلى خلق جو من الارتياح لدى الأطفال وإبعادهم عن وسائل التأثير السلبية، والعمل على بناء شخصيتهم وأفكارهم، وخصوصا أن المسرح يخلق جوا من التفاعل المباشر بين العرض والمشاهدين. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان.